السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم جنى، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله أنا هتكلم عن تجربتي مع الترايبود أو الحامل الثلاثي بتاع التصوير، ومعاه كمان الليد لايت بتاعه، وهقول لكم هو بيتركب إزاي وسعره قد إيه وهل هو كويس ولا لأ. أول حاجة انا هفتح لكم العلبة بتاعته. هو طبعا بيجي محطوط جوه كيس بالشكل ده، اولا هي المنطقة دي، سامعين الصوت؟ معدن، المنطقة دي معدن. طيب الرجول بتاعته دي بتتفك بكليبسات كلها عشان يطول معاكي، اهو بصوا بيطول خالص اهو، ده طوله. طبعا هو الثلاث رجول بتتفك، وطبعا لما بتفكيها المقاس اللي انت عايزاه، وبعد كده بتقفلي الكليبسات دي تاني اهو. ده طبعا اهو من غير، هو بتركب كده، بتحط كده بالشكل ده اهو، بصوا اهو. انا قلت زي ما قلت لكم دي معدن، المنطقه دي بلاستيك. طبعا شايفين الكارثه دي، انا طبعا هقول لكم الكارثه دي حصلت ازاي وليه، وانا لحمتها كده ازاي وعرفت استخدمه تاني ازاي. اولا هي عشان المنطقه دي بلاستيك فضعيفه جدا، ده عيبه، اول عيب ليه. ثانيا مش مستحمله خالص اي تقل عليها، يعني لا استحملت الليد لايت ولا مستحمله حتى تقل التليفون، دي حاجه. هو سعره كان عامل 100 جنيه، بس بصراحة أنا كنت بدور على حاجة أنضف في المنطقة اللي أنا موجودة فيها، هو ده اللي كان موجود، ما كانش فيه غير كده فجبته. بس بصراحة يعني أول مرة صورت بيه، تاني مرة بصراحة والحمد لله اتكسر في ثانية، بس لحمته بطفي السجاير وهقول لكم برضو في الآخر. بس هقول لكم الأول، هو انا مفروض هو جاي معاه قطعه، بس بصراحه انا مش عارفه هي راحت فين. القطعه اللي بتتحط فيها التليفون هي المفروض انها هنا بتركب في المسمار ده اهو. طيب بعد كده انا هتكلم عن الليد عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، هوريكم برضو بيتركب ازاي وسعره ايه. ده الليد لايت بصراحة هو حلو جدا، والإضاءة بتاعته بتبقى حلوة قوي اهو. هو مش بفيشة اهو زي ما انتوا شايفين، وانتي اي راس بتاعت شاحن بتشيليها، بتشيلي الوصلة بتاعته وبتركبي فيها دي. هو ليه كذا مستوى للإضاءة، هوريها لكم برضو وهوريكم بيتركب ازاي. هركب بس دي، طبعا ادي راس الشاحن بتاعتي اهي، انا بركبها فيه كده، وطبعا هحطها في الكهرباء اهو. هوريكم برضو مستويات بتاعتها بتاعت الاضاءة اهو. طبعا ده الزرار بتاع التشغيل اهو، طبعا هنا الاضاءة ليها كذا مستوى اهو، عايزة تعليها عايزة تقلليها. طيب الاضاءة هنا بيضة، الاضاءة دي غامقة شوية اهو اهو، بغير الإضاءة بالشكل ده من الزرار ده اهو. حابة ان انا اقلل الإضاءة اهو، تمام شايفين بغمقها وفتحها كده. طيب انا هقفلها برضو، هقول لكم هو بيتركب ازاي وسعره ايه. هو كان سعره برضو هو كمان عامل 100 جنيه، هو جاي معاه القطعة بتاعة التليفون دي. القطعة دي هي بتلف، ممكن تركبي التليفون كده او ممكن تركبيه بالطول كده، يعني زي ما تحبي. انا بركبها من ورا هنا، هو بصراحة ده الحلو معايا اللي طلع حلو. هي في منطقة هنا اهي، دي انا بدخل دي جوه كده اهو، انا بس مش شايفة كويس اهو.
اهو بتبقى كده بالشكل ده. طبعا دي بتتحرك لفوق ولتحت كده عشان عاوزة تعلي التليفون او توطيه برضو زي ما تحبي. اقول لكم برضو بتتركب ازاي في الترايبود. الترايبود اللي انا مش عارفة اقول عليه ايه، بس اول ترايبود من هنا شايفين ليه صامولة من تحت هنا، وهنا في المكان اللي بيدخل فيه المسمار اهو. ببدأ ان انا ادخل المسمار جوه هنا المكان ده، وابدأ ان انا اربط الصامولة بتاعتي كده. تمام كده اتربطت جامد اهي، بقرب جامد الصامولة اهو. مفروض انها كده بيبقى ده شكلها، وده طبعا بيتفرد وبحطه على الارض او في اي مكان عالي حسب الطول اللي انا عايزاه. بس طبعا زي ما قلت لكم بصوا مش ثابت خالص، اولا اتكسر ما استحملش الثقل خالص بتاع الليد بصوا، وطبعا راح مكسور. طيب انا هقول لكم هو لما اتكسر انا رحمته ازاي، وطبعا انا بنصحكم بلاش تجيبوا النوع بتاع الترايبود ده، هو الليد جميل وسعره حلو جدا، وبصراحه يعني عامل لي اضاءه حلوه قوي في التصوير. اقول لكم بقى انا لحمت ده ازاي. اولا انا مش هقول لكم على دوت لان هو طبعا لحمتها، بس برضو بعد ما لحمتها برضو مفيش فايده يعني، لسه بايظه زي ما هي ما استخدمتوش تاني يعني. استخدمته كنت عامله حامل بايدي كده، كنت انا عاملاه فاستخدمته. انا جبت لكم علبه قديمه خالص اهي بصوا مكسوره اهي ماشي. هبدا ان انا اوريكم هلحمها ازاي. طبعا هو طريقه اللحام دي تستخدميها على الحديد او البلاستيك على اي حاجه، الطريقه دي حلوه جدا، هتمسك لك الحاجه كانها حديد. هجيب امير تمام، وهجيب طفي السجاير بصوا طفي السجاير اهو، وادي الامير. انا هعمل ايه الاول؟ انا هقص الامير هقص بس الراس بتاعته دي تمام كده. نخلي بالنا طبعا الامير، لان الامير لما بيقع على الهدوم او اي حاجه هو بصراحه بوظ لي عبايه كنت انا لابساها. حتى بصوا شفتوا لزق في ايدي خالص اهو، مجرد بس نقطه وقعت بطلعها بعدين، بس اوريكم الاول. طبعا اهو انا هحط طفي السجاير زي ما انا حطاها كده بالشكل ده كده اهو بصوا، هثبتها بس حلو كده. انا هحط الامير فوق طفي السجاير، شوفوا اصلا شكله بيطلع دخان ازاي بصوا شايفين. انا بصراحة عيني وجعتني، نخلي بالنا تقريبا الانبوبه خلصت، او انا هقصها تاني اشوف لسه فيها حاجه ولا لا. جارين بنتي شكلها صحيح من الريحه تمام. بس تقريبا لا خلصت كده خلاص. انا هطلع بس اللي الطفي اللي هو الزياده بصوا شايفين بقت عامله ازاي، سامعين الصوت حديد بجد اهو. طبعا انا ممكن احط لكم فيها ميه كمان واوريها لكم اهو شايفين لزقت بقت حديده، ممكن تلزقيها حتى الملامين. كان في عندنا طبق ملامين مكسور، جربنا الطريقه دي معاه نفعت جدا وبقت حلوه جدا، ورجعنا الطبق من اول وجديد اهو. طبعا استحاله انها ترجع تخر ميه تاني. بصوا شايفين من جوه عامله ازاي العلبه دي، دي علبه قديمه انا بس قلت ان انا
اجرب عليها قدامكم. طبعا انا زي ما قلت لكم اهو، ادي تجربتي مع الحامل، يا رب اكون افدتكم. بس نصيحة مني، نصيحة مني، بلاش النوع ده، وحش جدا وحش جدا فوق ما تتخيلوا. الليد ده، نوع الليد ده جميل جدا. يا ريت لو الافضل لو في راس دي تبقى معدن، تبقى حلوة جدا عشان تستحمل التقل بتاع الليد والتليفون، لانها هتبوظ منكم بسرعة. يا رب لو بتزوروني لأول مرة ما تنسوش اللايك بتاعي، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واستنوني إن شاء الله في ريفيو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.